مخلصين لها في كل مكان وفي كل طائفة وفي كل جماعة. أن جاهدوا أنفسكم، فجهاد النفس هو الجهاد الأكبر. وحافظوا على وطنكم مصر وأخلصوا لها ودافعوا عنها بأرواحكم وفكركم الرشيد. وتذكروا جميعا أيها المصريون، حتى تطمئن قلوبكم وتهدأ نفوسكم، تذكروا قولة رجل صالح أنه لا يحكم أحد في ملك الله إلا بمراد الله جل في علاه. وكونوا على يقين أن مصر محفوظة بقدرة الله.